المعتقد الكبير طارق الشناوي منورنا على شاشة عمان تي في الأردن. قول لك ذوق. شايف الدورة 43 ازاي؟ عدد أفلام موجود كبير وفي زخم من الجمهور، سولد أوت بنسمعها كتير. طبعًا وفي تواجد عربي لازم نقول ده، وده مهم قوي المهرجان زي القاهرة. أفلام مهمة جدًا على مستوى العالم تم استقطابها. ماستر سينز بتتعمل محاضرات، وفي أيضًا لقاءات مهمة مع المكرمين، مثلا احتفالية 30 سنة كيت كات فكرة هايلة. شفت فيلم بنات عبد الرحمن ازاي؟ شفت فيه جرأة، وان كان يعني هو بيحمل دايما في تحميل كبير للمجتمع الذكوري، وهو بيناصر المرأة الى درجة ان انت ممكن تصعب عليك الرجل، يعني هو من فرط مناصرته للمرأة. وكنا بنشوف أحيانا أن المرأة بتزداد عنفا على الرجل، بس في كل الأحوال التجربة جيدة. مين أكتر بطل عجبك أداها في الفيلم؟ اللي عجبني المخرج أن عمل بين المجموعة دي نوع من الهارموني، بحيث أن أنت تبقى مش عارف تنحاز لمين.